وبمناسبة فوز السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري، يطيب لي أن أتقدم له باسمكم جميعا بأحر التهاني والتبريكات على الثقة المتجددة التي وضع فيه الشعب الجزائري لقيادات البلاد لعهدة ثانية ومواصلة مسار بناء الجزائر الجديدة. وأؤكد له أننا عازمون في الجيش الوطني الشعبي على مواصلة العمل بإخلاص تحت قيادته من أجل تعزيز أمن واستقرار بلادنا والرفع المستمر لجاهزية جيشنا العتيد وترسيخ احترافيته حتى يكون قادرا على التصدي لكافة التهديدات وردع جميع المشاريع التخريبية المعادية. كما أتقدم بالتهانية الخالصة إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية نظير جهودهم وحسهم العالي بالواجب وروح المسؤولية، حيث برهنوا مرة أخرى على قدراتهم على المساهمة بفعالية في إنجاح مثل هذه الاستحقاقات الهامة من خلال تأمين كافة مراحل العملية الانتخابية وجعل منها محطة أخرى حاسمة على مسار ترسيخ أسس الديمقراطية الحقيقية وتحسين نظامنا الجمهوري. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.